أهلا بكم مشاهدينا الكرام في صدى أقلام جديد من قناة الرافدين، نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف المحلية والعربية والدولية، ونبدأ بعد الفاصل. البداية من صحيفة المدى، ونقرأ مقالا للكاتب كاظم المقدادي بعنوان لا لاستخدام قذائف اليورانيوم من جديد. آلاف أطنان اليورانيوم ألقيت على العراق خلال حربين مدمرتين عليه في عامي 1991 و2003. استخدمت فيهما القوات الأمريكية والبريطانية قذائف اليورانيوم المنضب بما يزيد عن 3200 طن متريا. وأكد البروفيسور عصام الحناوي، وهو خبير بيئي دولي ومدير سابق لدائرة التوقعات البيئية في برنامج الأمم المتحدة للبيئة، أكد تحويل الولايات المتحدة أرض العراق إلى حقل تجارب لأسلحتها الجديدة مستخدمة 4000 قذيفة دبابة. وأطلقت طائرات A-10 المعروفة باسم صائدة الدبابات، أطلقت نحو 900,000 طلقة من عيار 30 مليمترا. بحسب البروفيسورة منى الخماس أستاذة علم الأورام الخبيثة بجامعة بغداد، استخدمت قوات الحلفاء عام 1991 نحو 142 ألف طن من المتفجرات ضد العراق، ويعادل هذا 7 قنابل ذرية مشابهة لتلك التي أسقطت على هيروشيما وناكازاكي. وأكد تقرير أجنبي أن ما استخدم من كميات ديو عام 1991 تقدر انعكاساتها الإشعاعية والغازية السامة ب 700,000 مرة أكثر من تلك التي أطلقت من المصنع الوطني في كولوني قرب نيويورك. في عام 2010 كشف مسح إشعاعي جوي أجراه فريق علمي أجنبي وجود أكثر من 143 موقعا ملوثا باليورانيوم في 7 محافظات، منها 16 موقعا ملوثا باليورانيوم في محافظة ديالى، وأكثر من 20 موقعا في بابل، و11 موقعا ملوثا في واسط، و14 موقعا ملوثا في ميسان، و22 موقعا ملوثا في البصرة، و20 موقعا ملوثا في الناصرية، وأكثر من 40 موقعا ملوثا في بغداد. أكد تقرير أمريكي أن أعداد الموظفين في العراق قد تضاعفت 3 مرات منذ تغيير النظام السابق، مشددا على أن القطاع العام أصبح غير منتج، ونصح بتخصيص أموال للذين لم يحصلوا على وظيفة حكومية أو الكسبة والفقراء. وذكر تقرير صادر عن مركز دراسات البحوث الاقتصادية أن العراق فشل بتوظيف الثروة النفطية الهائلة في استثمارات لتطوير البنى التحتية وقطاع التربية والرعاية الصحية وتوفير فرص عمل خارج نطاق القطاع العام. نظام الحكم السياسي الذي اتبع في البلد بعد العام 2003 سمح لكيانات سياسية متنفذة باستخدام موارد النفط لخلق شبكات دعم والمحافظة عليها للبقاء بالسلطة في بعض الأحيان. هذا حصل من خلال عقود حكومية وهمية وكذلك تأمين وظائف حكومية مفضلة. هذا يعني أنه لم يتبقى شيء على سبيل المثال للاستثمار في مجال قطاع الصحة والتربية بالنسبة للمواطن. ولفت التقرير إلى أن الهيكلية الاقتصادية الحالية التي تمنح محفزات لاستخدام المؤسسات العامة لمكاسب سياسية خاصة وضعف سلطة القانون قد سمحت للفساد بالتفشي وأصبح متوغلا في كل المؤسسات. وتحدث التقرير عن جانب المحسوبية لدى الأحزاب السياسية المتنفذة والذي تسبب بجلب موظفين للقطاع العام هم غير أهل لمناصبهم وغير أكفاء. وأكد ازدياد عدد موظفي القطاع العام منذ العام 2003 أكثر من 3 أضعاف ما كان عليه سابقا، وهذا ما جعل القطاع العام قطاعا غير منتج وليس كما كان يفترض أن يكون. إلى موقع شفق نيوز الذي نشر مقالا للكاتب فاخر جاسم، يقول فيه:
من النظريات الجديدة التي ابتدعها الفكر السياسي الأمريكي المحافظ في بداية القرن 21 نظرية الفوضى الخلاقة، التي تهدف لإحكام الهيمنة الأمريكية على منطقة الشرق الأوسط الغنية بمصادر الطاقة عن طريق نشر الفوضى الشاملة للقضاء على الأنظمة الاستبدادية وإقامة أنظمة ديمقراطية بدلاً عنها. وقد مرت الاستراتيجية الأمريكية للهيمنة على العراق بثلاث مراحل: المرحلة الأولى سياسة التدمير، والمرحلة الثانية تطبيق سياسة الهيمنة غير المباشرة من قبل الولايات المتحدة، والمرحلة الثالثة تطبيق نظرية الفوضى الخلاقة مباشرة بعد الاحتلال الأمريكي، حيث عملت الولايات المتحدة على إسقاط وتهديم الدولة العراقية وإعادة بنائها بطريقة تتلائم مع أهداف الغزو. أدى تطبيق الديمقراطية الفوضى الخلاقة في العراق إلى نتائج خطيرة تهدد مستقبل العراق كدولة ومجتمع موحد، كعدم الاستقرار السياسي والاجتماعي واتساع مظاهر العنف في المجتمع ونشوء نخب سياسية فاسدة تتصدر الحياة السياسية وتقود سلطة الدولة وتقلص شعور الانتماء الوطني والمصير المشترك للمواطنين العراقيين، مما أدى إلى تهميش مفهوم المواطنة الواحدة وعزز الانتماء إلى الهويات الفرعية طائفية، مذهبية، قومية، عرقية، إقليمية. أدت الفوضى الخلاقة على الصعيد الاقتصادي إلى عرقلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وبالتالي تردي مستوى الخدمات بكافة أنواعها، الأمر الذي أدى لارتفاع نسبة الفقر 25% حسب آخر إحصاء لوزارة التخطيط، وانتشار البطالة بين المواطنين، ونشوء فئات غنية من الطفيليين ولصوص المال العام والمرتشين. خصصت صحيفة ديلي تيليغراف افتتاحيتها للوضع في السودان، حيث قالت إن التدهور المأساوي للبلد سيترك تداعيات عالمية، مضيفة أن البلد الذي يقف على حافة حرب أهلية يمتلك فيه كل طرف في النزاع قوات عسكرية مسلحة جيدا، ويتنافسان على السلطة والسيطرة على العاصمة الخرطوم. فالعملاق متعدد الرؤوس الذي حكم السودان عملاق عسكري سرعان ما انقلبت رؤوسه ضد بعضها البعض. مخاطر من مواجهة مستعصية بين الجيش والدعم السريع، وقد حركت القوات المسلحة قواتها، لكن الدعم السريع لديه التجربة في حرب اليمن والقدرة على تحريك مزيد من العربات المسلحة، ونحن أمام قوات متوازية، لكن قوات الدعم السريع تمثل تحديا خطيرا للقوات المسلحة لم تواجه مثله في هيمنتها الطويلة على أرض السودان. ولو استطاع البرهان هزيمة حميتي في المدى القصير أو المتوسط، فسيكون انتصاره تراجعا للتقدم نحو الحكومة المدنية وتقوية لأعضاء حزب المؤتمر الوطني والمؤسسة العسكرية السودانية. وليس من المحتمل انتصار حميتي السريع على الجيش، لكنه يأمل بالتخلص من البرهان المحاصر حتى يتمكن من التفاوض مع قادة الجيش الأقل ارتباطا بحزب المؤتمر الوطني. تساءلت الباحثة في الشأن السوداني ويلو بيرج في مقال لها بموقع ميدل إيست آي عن حال السودان، وإن كان يتجه نحو الحرب الشاملة. وقالت إنه دون احتواء سريع للأزمة الحالية، فإن النزاع على السلطة سيترك أثره على استقرار البلد. وأضافت أن النزاع الذي اندلع بين قوات الدعم السريع والقوات السودانية المسلحة غير مسبوق في تاريخ السودان الحديث. ليس من المحتمل انتصار حميتي السريع على الجيش، لكنه يأمل بالتخلص من البرهان المحاصر حتى يتمكن من التفاوض مع قادة الجيش الأقل ارتباطا بحزب المؤتمر الوطني. ولا يوجد لقوات الدعم السريع كادر أيديولوجي أو قاعدة اجتماعية، رغم محاولات حميتي بناء واحدة عبر منصات التواصل الاجتماعي، لكنها عقدت علاقات مع القوى الإقليمية وقدمت نفسها لقادة الأحزاب السياسية أنها القطاع الأمني الوحيد القادر على تأمين مصالحها.
وبالنسبة للرأي العام فانتصار البرهان أو حميدتي يعني استمرارا للسياسات التي حاولت ثورة 2018-2019 القضاء عليها. والسيناريو الأسوأ هو حرب طويلة بين قوات الدعم السريع والجيش بدون منتصر، وتقود إلى مستويات غير مسبوقة من عدم الاستقرار إلا حال توصل الوسطاء الإقليميون والدوليون لوقف الحرب. هذا برنامج جديد نلقاكم فيه كل يوم إن شاء الله، نتذكر فيه معا أياما من رمضان نعيش فيه مع معارك وأحداث، نتذكر مرة نصرا عزيزا ونتذكر مرة أخرى درسا قاسيا، نحاول أن نتعلم من هذا ومن ذاك. هي معركة من عجائب المعارك، لأن هذا الجيش القليل الذي يقوده طارق بن زياد استطاع أن ينتصر على الجيش الهائل الضخم الهادر الذي كان يقوده لوذريق. في هذا البرنامج في هذه الأيام تنقلنا وتقلبنا معا في أروقة رمضان مع شخصيات ومعارك وأحداث متنوعة التقطناها من تاريخ أمتنا العظيمة. كانت الفكرة أن نعيد التذكير بأن يعني أمتنا عاشت طوال 1300 سنة تحيي رمضان بالمزيد من العبادة، المزيد من فعل الخير، التكافل، التزاور، التراحم، الاجتماع على القرآن وعلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. شهر رمضان فيه ثلاث فرص غالية، كل فرصة منها تكفر الذنوب. والآن مشاهدينا إلى الرسوم الكاريكاتيرية. إلى الصور والأخبار المنتقاة من الصحف، ونبقى مع ملف السودان، حيث أظهرت صور تواصل الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق استراتيجية متفرقة في العاصمة الخرطوم ومدن أخرى، وتزداد احتداما حول مقر القيادة العامة للجيش والقصر الجمهوري وسط العاصمة. وصاحب المعارك غموض ميداني وندرة في الصورة الصحفية التي توثق حقيقة ما يجري بين الطرفين في ظل الاشتباكات المفتوحة بينهما التي فرضت حظر تجوال إجباريا على المدنيين المغلوبين على أمرهم، خصوصا في المناطق التي تدور فيها الاشتباكات ومحيطها، حيث باتت الشوارع خالية من المارة والمحال مغلقة والمرافق معطلة. تزين أشجار الكرز حدائق وأماكن عامة كثيرة في العالم، وتتميز بمظاهرها المدهشة غير العادية مع حلول الربيع، حتى يكاد المرء يشعر بأنه يعبر في فسحات من الجنة على الأرض. توجه أشجار كرز الربيع رسائل رائعة في شأن قدوم ربيع التجديد والأمل، وتظهر أزهارها الوفيرة باللون الأبيض النقي الممزوج بظلال وردية، وتعكس جمالا غير عادي خلال الفترة الممتدة من نهاية شهر آذار مارس إلى منتصف شهر نيسان أبريل. في اليابان
تملك أشجار الكرز التي تعرف باسم الساكورة مكانة خاصة في قلوب أبناء الشعب الذين يواكبون احتفالات واسعة بها تنظم طوال فترة الإزهار. وتشهد هذه الاحتفالات توافد سياح من أنحاء العالم للتمتع بعطلات لا تنسى وسط مشاهد الجمال المطلق لطبيعة الربيع. والآن نتابع معكم مشاهدينا فيديو اليوم الذي اخترناه لكم من مواقع الصحف. صدع أرضي يبلغ طوله 35 ميلاً يعرف باسم صدع شرق إفريقيا، تشكل عام 2005، أطلق العينان لدراسات العلماء متوقعين ظهور محيط سادس جديد وفقاً لمجلة Geophysical Research Letter Journal. فهناك محيط يتشكل بالفعل على طول الذراع الشرقي للوادي المتصدع الإفريقي بحسب العالم الجيولوجي إدوين ديندي بجامعة نيروبي. ولعل مقدمة وأسباب تشكل الصدع مطابقة لما حدث في قاع المحيطات من انفصال بطيء في عصور ساحقة وأدت لتشكل البحر الأحمر بحسب Geophysical Research Letter. بحوث ودراسات. إلا أن تكوين الصدع كان مدفوعاً بعمليات تكتونية مماثلة لتلك التي تحدث في قاع المحيطات وفقاً للعالم الجيوفيزيائي بجامعة كاليفورنيا كين ماكدونالد. ويعد الصدع الإثيوبي المكان الوحيد على سطح الأرض الذي يمكن العلماء من دراسة كيفية تحول الصدع القاري إلى صدع محيطي وفقاً لصحيفة إيكونوميك تايمز. احتمال قائم. احتمالية ظهور محيط جديد يقسم القارة الإفريقية إلى نصفين احتمال قائم وفقاً لهيئة البث الكيني التعاونية. فالحركة التي تسببت بظهور الصدع هي ذاتها التي أدت قبلاً إلى تشكل القارات، وتأسيساً على ذلك فإن تشكل محيط جديد في إفريقيا يعد أمراً مرجحاً، إلا أنه سيستغرق ملايين السنين وفقاً لإدوين ديندي خبير الجيولوجيا بجامعة نيروبي. تدخل وكالة ناسا الأمريكية على الخط كاشفة بمضي ملايين السنين قبل أن يجتاح المحيط الصدع الإفريقي متحولاً إلى جزيرة كبيرة مكونة من أجزاء من الصومال وإثيوبيا ومنطقة القرن الإفريقي. فهل ستشهد الأرض ظهور محيط سادس؟ ما رأيكم؟ وبهذا نصل لختام حلقة اليوم من صدى الأقلام. في صدى أقلام جديد نلتقي بحول الله وقوته. دمتم بخير مشاهدينا، إلى اللقاء.